بالنسبه لمباراه سيمبا التنزاني شبه اتحلت بعد ما الاتحاد الافريقي مصدر مسؤول في الكاف اعلن ان المباراه هتقام مساء يوم 29 مارس. اذا المباراه مش هتقام في العصر، احنا كنا القلق ان المباراه تقام عصرا، ولعيبه الاهلي زي ما احنا عارفين ان هي بتبقى صايمين وهيبقى عندهم مشكله. برضو في لعيبه كتير في تنزانيا دي ولا دوله اسلاميه على فكره، وفي لعيبه كتير في تنزانيا صايمين، والاتحاد الافريقي قرر ان المباراه هتقام مساء يوم 29 مارس الساعة 9 مساء بتوقيت تنزانيا، يعني الساعة 8 بتوقيت القاهرة. وبالتالي الحقيقة ده خبر كان مفرح جدا، لأن النادي الأهلي كده هيخرج من فكرة الصيام والإجهاد المتوقع يبقى على اللاعبين من الصيام. كمان الاتحاد الإفريقي أعلن الحكام اللي هيقوموا بتحكيم هذه المباراة. اختارت لجنة الحكام في الكاف الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ده عشان يدير هذه المباراة، وهيبقى مع الحكم الموريتاني دحان بيدا، ده هيبقى على تقنية الفيديو اللي هي الفار، ومع أحمد هيرال من موريشيوس في الفار. وعارفين انه البطولات الإفريقية بيبدأ التعامل في الفار فيها بداية من دور الثمانية، وبالتالي مشاكل حتى التحكيم هتبقى ان شاء الله مش موجودة بسبب وجود الفار في المرحلة القادمة سواء للأهلي او في الكونفدرالية بالنسبة لنادي الزمالك. تبقى المشكلة اللي هتواجه الأهلي اللعيبة بتاعته، هل هيستطيع ان هو يحصل على اللعيبة من المنتخب في وقت مبكر عن يوم 27، لان المنتخب متوقع ان هو يكسب نيوزيلندا في المباراة الاولى فيتأهل المباراة النهائية في الدورة اللي هتقام في القاهرة، هتنطلق يوم 22. مصر هتواجه، منتخب مصر هيواجه نيوزيلندا، ومنتخب كرواتيا هيواجه منتخب تونس. الكسبان هيقابل الكسبان في نهاية الدورة يوم 26، والخسران مع الخسران هتبقى يوم 25. ان شاء الله هنكسب نيوزيلندا ونوصل فاينل وننتظر الكسبان من كرواتيا وتونس. فلعبة الاهلي مستمرة زي ما احنا عارفين، كابتن حسام حسن مختار 10 لعيبة من النادي الاهلي، ولما نيجي نفكر فيها بالعقل والمنطق، هل هيترك العشر للعيبة للاهلي في وقت مبكر؟ هيبقى مش باقي معاه في المعسكر غير 13 لعيب، انت بتتكلم في عدد قليل، يعني 23-24 لعيب يعني. فطبعا مستحيل ان المنتخب يقدر يلعب الماتش التاني 13-14 لعيب، وبالتالي لازم يوصل لصيغة. بعض الناس شايفة انه ممكن يقدم الاتحاد الكورة الفاينل بتاع البطولة دي بيوم 25، وبعض الناس شايفة انه ممكن الاهلي ينتظر لما اللعيبة بتاعته تخلص المباراة وتنطلق بعد المباراة مباشرة يوم 26 مساء الساعة 9:30، ان شاء الله نوصل فاينل الدورة الودية يعني، وبعد كده اللعيبة تنطلق مباشرة الى مطار القاهرة عشان تستقل الطيارة بتاعة النادي الاهلي وتتجه على طول الى تنزانيا فجر يوم 27، يوصلوا صباح 27، ينتظروا 28، ثم يلعبوا 29 مساء الساعة 8 بتوقيت القاهرة. النادي الاهلي في موقف الحقيقة محترم جدا، قال لك انه بنحاول نوصل لصيغة تفاهم مع كابتن حسام حسن وحل وسط، وفي حالة حتى اذا احنا ما وصلناش حل وسط تبقى الأولوية لمنتخب مصر في كل شيء. والحقيقة ده تصريح أو تلميح أو يعني تسريب أنا بشوفه راقي جدا من النادي الأهلي، وبيؤكد أن الأندية المصرية الكبيرة بتضع مصلحة البلد ومصلحة منتخب مصر فوق أي شيء، عشان كده لازم نشيد بالنادي الأهلي في هذا الموقف وعدم تصعيده. ممكن يكون التصعيد حاصل مننا احنا، من الميديا ومن الإعلام، شايفين أن الأهلي في الموقف ده مظلوم، لكن اتحاد الكورة أو كابتن حسام حسن مش هم السبب. السبب في الفكرة دي الحقيقة الناس اللي هم الاتحاد الافريقي اللي هو اعلن المواعيد، وهو السبب في المشكلة اللي حصلة ان الاتحاد الافريقي قال ان المباراة تتلعب يوم 29، ادى لسيمبا 29 او 30، وبالتالي سيمبا اختار يوم 29، وده اللي عمل الزنقة اللي احنا فيها دي كلها. انما الاهلي تفهم الموقف وكولر متفهم الموقف، وحتى لو استمر لعبة الاهلي لاخر لحظة هينضمه، والاهلي هيسافر قبل المباراة ب 48 ساعة. اذا القصة دي خلصت، المنتخب يواصل استعداداته لمباراة نيوزيلندا يوم 22. تقريبا كل الكلام اللي بيتقال ان التشكيل اللي هيلعب بالكابتن حسام حسن مش هيختلف عن التشكيل اللي لعب بفيتوريا، لكن ربما
تختلف طريقه اللعب، ربما تختلف طموحات اللعيبه، ربما تختلف اهداف المنتخب واهداف اللعيبه. يعني متوقع ان ابو جبل في حراسه المرمى كان هو حارس المرمى فيتوريا لما اتصاب الشناوي، محمد هاني في اليمين كان هو الظهير الايمن الاساسي، محمد حمدي في الشمال برده كان هو الظهير الايسر، عبد المنعم واحمد حجازي في قلب الدفاع كان هم برده مع فيتوريا. انا بقول لكم التسريب اللي جاي من جوه المنتخب، بس ما بقولش ان ده الاكيد، انما حتى الان ده التسريب. نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه وامام عاشور، برده المنتخب لعب مع فيتوريا في كاس الامم بعض المباريات بهذا التشكيل في نص الملعب. على اليمين مصطفى فتحي هيبقى بديل لمحمد صلاح، مو صلاح اللي غايب عن هذا المعسكر لانشغاله مع ليفربول، وعلى الشمال هيبقى محمود تريزيجيه، كابتن حسام حسن ميال ان يبقى موجود، وطبعا الفروت محجوزه باسم الكابتن مصطفى محمد نجم هجوم المنتخب المصري. ده التشكيل اللي متوقع، بقول المتوقع ما قلتش ان هو الاكيد، انما ده المتوقع ان الكابتن حسام حسن يخوض بالمباراه بتاعت نيوزيلندا. وبراحته. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. النهارده معانا كابتن محمد شبانه بيكلمنا في تفاصيل التفاصيل. خلاص قضي الامر ان مباراه سيمبا التنزاني هتتلعب الساعه 8 مساء يوم 29، فده خبر حلو جدا للنادي الاهلي، وتنزانيا فيها مسلمين وناس صايمه. وخبر حصري من الكابتن محمد شبانة ان المباراة الساعة 9-8 مساء بتوقيت القاهرة، دي حاجة مهمة جدا. ومنتخب مصر بقى ايه، هو ان شاء الله يفوز على مباراة على نيوزيلندا، لان منتخب من اضعف الفرق، ما هو منتخب نيوزيلندا ارحم من تونس وكرواتيا، فان شاء الله منتخب مصر يفوز. وعندك النهائي هيبقى 26، لكن لعيبة النادي الاهلي هو اللي قاله الكابتن محمد شبانة، يعني قد يكون هو الأقرب، اللي هو لعيبة النادي الأهلي هتطلع من الاستاد على المطار عشان يسافروا في مطار في فجر يوم 27، علشان يبقوا موجودين يوم 27 مثلا الساعة 8-9 الصبح، يبقى موجودين في تنزانيا ويقدر يتأقلم على الجو يوم 27، يبقى معاه تمرينة بالليل خفيفة، تمرينة يوم 28، وإن شاء الله المباراة يوم 29 بالليل. وتشكيل الأقرب لمنتخب مصر في مباراة نيوزيلندا هو تسريب، لكن هو يعني يعتبر برضو الأقرب لوجهة نظر الكابتن حسام حسن، لكن هنشوف معدن لعيبة مختلفة، هنشوف التركية بتاع الكابتن حسام حسن، وهنشوف معدن وشخصيته وحماس اللعيبة، وعايزين نشوف منتخب يختلف عن منتخب روي فيتوريا، اللي هو هيبقى حوار حلقتنا القادمة، هو معسكر منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن. وأسمع رأيك في الكومنتات. تحياتي أحمد الخواجة، حبيبي خواجة.